وكرة تصل عند النمري الآن من لمسة لنور ممتازة للنمري عرضية ربما يمر ويحط كرة بالجول الآن عرضية لوائل عيان ممتازة وخطير الله المكان الممتاز وزياي يمر وزياي يمر ويحط كرة بالجول ويحط كرة بالجول الله يا عميد أو مباراة الاتحاد مع الاتفاق بعد التوقف ثم غياب كان نايف طبعا وكرة تصل عند باولو يلعب الكرة العرضية الخطيرة بالرأس الله بأن مشعل ربما يطرد من ملعب المباراة بسبب حصول على كرت أصفر كرة ملعوبة أمامية وخطيرة وتنحط بالجول بالجول ثاني للفيصلي نعم ميغين ميميليا اللاعب الذي يسجل الهدف الثاني بعد أن سجل الأول لمصلحة الفيصلي عند فهد المبارك يلعب الكرة لعمر كسار عرضية من كسار وخطيرة وضربة جزاء جزاء لمصلحة الفيصلي نعم من يقدم مباراة ممتازة وكبيرة لكن نشاهد اللعبة هل كان فيها دفع من قبل باولو جورج على اللاعب والله يعني اللقطة ربما يعني لمبروك كلاما آخر من نقطة الجزاء ميمان ميغيلي حجل يسجل ميغين ميميلي الثالث إذن للفيصلي